اوعى 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 تقارن نفسك بحد. ازيك يا شباب؟ عاملين يا رب كلكم بخير. انا كان معايا فهد بقدم محتوى لايف ستايل متفشل سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا على طول. انا ممكن والله اعمل تحدي مع الناس اللي يعرف يقول الراب اللي انا بقوله في الاول ده. مبدئيا كده الفيديو اللي فات بتاع ازاي تعمل صحاب هتلاقيه هنا او هنا، اتصور في نفس اليوم اللي بصور فيه الفيديو ده، فهتلاقيني بنفس اللبس، فدي مش عفان ولا اي حاجه، هي الاثنين صوروا. ندخل في الموضوع على طول. انك تقارن نفسك بحد دي ممكن حرفيا تدمر حياتك او تدمر المجال اللي انت فيه او تدمر اي حاجة انت بتبنيها، فما تقارنش نفسك بحد. لو قارنت نفسك بحد في نفس مجالك فانت هتتدمر حرفيا. يعني انا دلوقتي انتوا وصلتوني ل 1200 سبسكرايب او 1300 سبسكرايب، انا مش عارف وانا بصور الفيديو ده هيبقى كام سبسكرايب. في ناس بتكلمني تقول لي ده مش ال 1300 او ال 1400 سبسكرايب دول مش حاجة، ده في ناس عندهم 2 مليون و 3 مليون. انا المفروض ما اقارنش نفسي بالناس اللي في نفس مجالي. انا لو قارنت نفسي بيهم ان ده عنده 30,000 وده عنده 4 مليون، انا اصلا كده مش هكمل وهدمر القناه بتاعتي وهدمر مستقبلي. فلو ما تقارنش نفسك بحد خالص وخليك في المرحله اللي انت فيها دلوقتي، هتوصل لهم بعدين وممكن تبقى احسن منهم كمان، بس انت اشتغل على نفسك دلوقتي وطور من نفسك دلوقتي وبص لتحت رجليك، ما تبصش قدامك، قدام ده كده هيجي ان شاء الله. تاني حاجه، ما تقارنش نفسك بالناس اللي بتقدم نفس المحتوى. مش لازم محتوى على اليوتيوب او اي حاجه، انت مثلا دلوقتي شغال شغلانه وفي واحد تاني شغال شغلانه تانية وانت بتحب الحد تاني ده، فانت هتقارن نفسك بيه. هتقارن نفسك بيه في الحاجه بقى اللي هو بيشتغلها، هتقارن نفسك بيه في المرتب اللي هو بيقبضه، هتقارن نفسك بيه في كل حاجه. فما تقارنش نفسك باي حد من نفس المحتوى. سيب المحتوى اللي هو بيعمله او الشغلانه اللي هو بيشتغلها لوحده، وبص على نفسك انت دلوقتي. انت ممكن الشغلانه اللي انت فيها دي تبقى احسن منه بعدين، فانت ما تقارنش نفسك بيه خالص. هو ربنا كل واحد كده خلق له ميزه معينه، فانت ميزتك بزي ميزته، وانت الميزه بتاعتك مش هتبقى عنده ولا هو الميزه بتاعته هتبقى عندك. فانت خليك في اللي انت فيه دلوقتي، وخليك في المحتوى اللي انت فيه وطور منه وهتبقى احسن منه. ثالث حاجه، ما تقارنش نفسك بالناس اذا كانت في المعامله او الطريقه اللي هو بيتعامل بيها، ما تقلدهوش في الطريقه اللي هو بيعملها. ما تقارنش نفسك بيه اللي هو بيتصرف في الطريقه كذا وانا بتصرف بطريقه تانية، هو بيكلم الناس بطريقه كذا وانا المفروض بكلم الناس بنفس الطريقه. لا، انت خليك بالطريقه بتاعتك انت. في ناس هتحبك بالطريقه بتاعتك انت، والمفروض اصلا ان انت بتستنى لحد اللي هو بيحبك بكلك كده على بعضك، الطريقه بتاعتك وطريقه المعامله بتاعتك وكل حاجه. فانت ما تقارنش نفسك بحد وما تقلدش حد في الطريقه بتاعته، كل واحد ليه طريقه معينه. رابع حاجه، خليك انت تكون نفسك. زي ما قلت لكم كده في النقطه الثانيه او الثالثه، ربنا خلق لكل واحد ميزه، فانت ما تبصش لميزه غيرك، انت ليك الميزه. هي بس التركايه انك تعرف ربنا خلقك بالميزه ايه. هو ما بيقولكش الميزه بتاعتك ايه، انت المفروض بالتركايه كده بقى التعب اللي هنا اللي انت تعرف الميزه بتاعتك دي. فانت لو عرفتها هتبقى احسن منه وهتبقى كويس في الميزه بتاعتك. فانت حاول تطور من نفسك لحد ما تعرف الميزه بتاعتك ايه، وبعد كده تطور منها. خامس حاجه، ما تفكرش في الفشل. لو فكرت في الفشل هتفشل اصلا، ودي ممكن نعمل منها فيديو لوحده. لو وصلت الفيديو ده ل 100 لايك، وصلوا كده ال 100 لايك وانا هعمل فيديو لوحده عن ما تفكرش في الفشل عشان ما تفشلش اصلا. سادس حاجه، حاول دايما تقعد مع نفسك كده لوحدك خالص في الاوضه، وتعرف انت عايز ايه واهتماماتك ايه وعايزها في ايه وليه. ده بيرتب كده بيترتب كده حاجات في دماغك او ملفات كده في دماغك بتترتب، انك بتشوف انت واقف فين وانت عايز ايه اصلا، وهل الحاجه دي او الباشون ده او الحلم ده مناسب ليك ولا لا. فحاول دايما تقعد مع نفسك وتشوف انت حابب ايه وايه النقطه او التركايه اللي ربنا ميزك بيها. سابع حاجه، ودي انا وقعت فيها شخصيا، ما تقلدش اللي بتحبه. انت ممكن تاخد منه طريقه النجاح اللي هو نجحها، او تتفادى الاخطاء اللي هو وقع فيها، لكن ما تقلدوش. انا قلدت في الاول خالص واحد مشهور جدا والناس كانت عارفه جدا ان انا بقلده، وبعد كده غيرت المحتوى اصلا خالص عشان انا حسيت نفسي مش انا اللي في المحتوى ده، انا نافع جدا في اللايف ستايل وموتيفيشن سبيك. فما تقلدش اي حد انت بتحبه عشان انت بتحبه، لا، انت تفادى بس الاخطاء اللي هو وقع فيها وطور من نفسك اكتر. ممكن تاخدها كمان كصالحك انت، تعرف هو نجح ازاي او عمل ايه، فانت تعمل اللي هو عمله، زائد طبعا الحاجه اللي عندك فانت هتبقى اعلى منه، لكن ما تقلدوش خالص. تامن حاجه، ودي اهم من اللي انا قلته ده كله، انك تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجي لك اي ابديت في حياتي لو نزلت فيديو او اي حاجه. وشكرا جدا على الدعم الخرافي اللي بيحصل على اليوتيوب، وكالعادة دوسة كوتش. السلام عليكم.